جاهز. انت عايز تعمل لي مشاكل صح؟ عايز ده زمان. ها زمان ده انا صغير. اول حب في حياتي كان في تانية ابتدائي، وحبيت بنت معانا في المدرسه، معانا في الفصل، وبعدين حاولت اعمل حاجه يعني عشان تحبني وتعجب بيا. ففاكر الفيلم بتاع عادل امام اللي هو بتاع واحد صاحبي ما تعرفوش. انت قد الحركه دي؟ ده انا تعبت قوي. فانا حاولت اعمل نفسي بطل. كان في ولد بيلعب جودو او كاراتيه معانا في المدرسه، وفي يوم كان غالبا عنده بطوله، فهو راجع لابس بدله الجودو يعني جاهز. فانا قررت ان انا العبه، وانا ما اعرفش اي حاجه خالص عن اللعبه دي، ما فهمش حاجه خالص. انا بلعب كوره طول عمري، فقلت له انا عايز العبك ماتش، يعني انا مش عايزها تبقى خناقه، يعني انا مش بتخانق، انا بلعبه هكسبه بقى. وكان بقى كلنا واقفين مستنيين الباص على المدرسه، فكلهم بقى موجودين، كله زي جنينه كده وكلنا واقفين فيها. وقال لي هتلعبني؟ هو انت بتلعب؟ قلت له انا مش محتاجه، يعني الموضوع بسيط قوي. قال لي ماشي. فوقف هو عمل حركه الاستعداد دي، ورحت انا طبعا عامل زيه، انا مش عارف انا بعمل ايه. ودي الحاجه الوحيده اللي انا عملتها يومها، يعني ما عملتش والله ما عملتش حاجه تاني، ما شفتش حاجه بقى خالص. ضربت بقى جامد قوي، يعني هو ما ضربنيش هو، بس يعني انا ما كنتش عارف اقف، يعني كل ما اجي اقف بقى واقول يروح اعمل حاجه، القرار اصلا غلط يعني من الاول. بس والله هي بقى انا غالبا صعبت عليها او حاجه، بعد كده بقى كلمتني وبقت لذيذه يعني. افضل هديه لتاني مراتي هي بنتي. اجمل اغنيه حب، انا بحب قوي اجمل احساس في الكون بتاعت الناس. اجمل احساس في الكون انك تعشق بجنون وضحايا.